اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديده من دروس التربيه الوطنيه. في هذا الاسبوع عزيزي الطالب عليك ان تتعرف على مفهوم المواطنه العالميه. المواطنه العالميه عزيزي الطالب هي المصطلح الشامل للاجراءات الاجتماعيه والسياسيه والبيئيه والاقتصاديه للافراد والمجتمعات ذات التفكير العالمي على نطاق عالمي. يمكن أن يشير المصطلح إلى الاعتقاد بأن الأفراد أعضاء في شبكات متعددة ومتنوعة ومحلية وغير محلية، وليسوا فاعلين منفردين يؤثرون على المجتمعات المعزولة. ويسمح تعزيز المواطنة العالمية في التنمية المستدامة للأفراد بتبني مسؤوليتهم الاجتماعية للعمل لصالح جميع المجتمعات وليس لمجتمعاتهم فقط. تم تضمين مفهوم المواطنة العالمية في أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة والذي يتضمن المواطنة العالمية كأحد أهدافه، ووافق المجتمع الدولي على ضمان حصول جميع المتعلمين على المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة بما في ذلك المواطنة العالمية. تتحمل الجامعات مسؤولية تعزيز المواطنة العالمية من خلال تعليم طلابها أنهم أعضاء في مجتمع عالمي كبير ويمكنهم استخدام مهاراتهم وتعليمهم للمساهمة في هذا المجتمع. يمكن تعريف المواطنة العالمية أيضا على أنها الوعي بالثقافات الأخرى والمساهمة والعمل من أجل تحسين المجتمع، وهي سمة أساسية للتعلم من خلال التجربة، وهي بلا شك الطريقة الأكثر شمولا للمشاركة في حركة المواطنة العالمية. وغالبا ما تكون الفوائد المجتمعية للمواطنة العالمية واضحة، ومع ذلك فهي أقل وضوحا هي الفوائد الفردية التي يجب استخلاصها من هذا الوعي العالمي الجديد. بعد معرفة عزيز الطالب مفهوم المواطنة العالمية، هناك فوائد للمواطنة العالمية. ما هي؟ تفيد المواطنة العالمية الشباب من خلال الآتي: بناء فهمهم الخاص للأحداث العالمية، التفكير في قيمهم وما هو مهم بالنسبة لهم، أخذ التعلم إلى العالم الحقيقي، تحدي الجهل والتعصب، المشاركة في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالمية، التعبير عن آرائهم، والتأكيد من أن لديهم القدرة على التصرف والتأثير على العالم من حولهم. هناك ممارسة المواطنة العالمية محليا، يمكن الأفراد أن يتعلموا كيف يصبحون مواطنين عالميين من خلال تجارب أكبر مثل السفر والدراسة في الخارج، وهناك أيضا طرق يمكن للناس من خلالها توسيع آفاقهم ليكونوا مواطنين عالميين صالحين من منازلهم، وذلك من خلال التحدث مع أكبر عدد ممكن من الناس والبقاء على علم بقضايا العالم الحالية والبحث عن طرق للخدمة في مجتمعاتهم، التثقف بشأن ما يجري في العالم والقيام بالأبحاث حول الثقافات المختلفة والجنسيات، أيضا الخطوة الحيوية الأخرى لكونك مواطنا عالميا صالحا هي تغيير التركيز من الذات ودولة الفرد إلى الآخرين وبلدانهم، السماح للآخرين بتعريف أنفسهم بدلا من أخذ التعريفات التي ربما تكون قد حصلنا عليها في المدرسة أو التعريفات التي حصلنا عليها من الثقافة الشعبية، وأيضا التفكير في جميع المتغيرات المختلفة التي تؤثر على المجتمع في جميع أنحاء العالم. إذا عزيزي الطالب، المواطنة العالمية هي المصطلح الشامل للإجراءات الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات ذات التفكير العالمي على نطاق عالمي. يمكن أن يشير المصطلح إلى الاعتقاد بأن الأفراد أعضاء في شبكات متعددة ومتنوعة ومحلية وغير محلية، وليسوا فاعلين منفردين يؤثرون على المجتمعات المعزولة، وسيسمح تعزيز المواطنة العالمية في التنمية المستدامة للأفراد بتبني مسؤولياتهم الاجتماعية للعمل لصالح جميع المجتمعات وليس لمجتمعاتهم فقط. شاكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.